الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المسجد اللي وراكم مسجد القبلتين، سمي بذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة أمر أن يتجه في صلاته إلى المسجد الأقصى نحو 18 شهرا، ثم هو في هذا المكان في هذا المسجد كان يصلي الصبح الظهر، فصلى ركعتين وهو متجه إلى جهة مسجد الأقصى، ثم تحول في صلاته إلى الكعبة. بعض المفسرين قال إن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من صلاة الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة. هذا المسجد شو كان اسمه؟ مسجد بني سلمة. ثم بعد ذلك سمي بمسجد القبلتين، اشتهر بمسجد القبلتين. وبعض الصحابة جاءهم الخبر وهم في المدينة وكانوا يصلون صلاة الظهر، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى اليوم فجر اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس في قباء يصلون الصبح فجاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الليلة قرآن وقد أمر بأن يتجه إلى الكعبة، فاستقبلوها وهم كانوا يتجهون في صلاتهم إلى مسجد الأقصى، فاستقبلوا الكعبة، فداروا واستقبلوا الكعبة. فلأجل ذلك اشتهر هذا المسجد بمسجد القبلتين. وبعض المفسرين ضموه إلى المساجد السبعة الذين هم في مسجد الخندق، هناك ست مساجد لكن اشتهر باسم ايش؟ سبع مساجد، لأنهم ضموا مسجد القبلتين إليهم، لذلك سمي الشهر بمسجد مساجد السبعة. فهذا المكان مبارك، الله يتقبل منا هذه الزيارة ويجعلنا من المقبولين. بنقول اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين وابعثنا فرحين ضاحكين مسرورين مطمئنين واحشرنا كاسين راكبين طاعمين ومن حر الشمس محفوظين وفي ظل العرش مستظلين وعلى صراطك طائرين آمنين وعن النار محجوبين مبتعدين ومن حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شاربين وإلى جنتك مسرعين داخلين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذه الزيارة بسر سورة الفاتحة.